يا واتس اب ما فاميلي، صباح النور، صباح الخير، صباح الجود مورنينغ. غتقول لي علاش كبرت، ولكن خليكم مع واحد لا سينيماتيك باش تعرفوني فين كنت. جيسبيغ كتعجبكم هاد لا سينيماتيك، بليز. الى عرفتي داك البحر، الى عرفتي فين جي غاتجي عندي في انستغرام هضر لك هنايا، وغاتصيف لي ميساج تقول لي هذا البحر شنو سميتو، ثلاثه ديال الناس اللي بغا لي جابوا اكزاكت، تكون واحد السيربريز اليوم زوينه واعره. شي مشكل، دابا غنهضروا في السوج ديالنا كيما شفتوا في لامينياتو، غنهضروا على لا ماسوربسيون للعاده السريه. ياك اسيدي، هاد لا ماسوربسيون حرام في الدين ديالنا. علاش؟ نخليكم مع واحد الايه قرانيه تسمعوها باش تعرفوا علاش اكزاكت بالضبط، يعني بالتالي من القران. عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ذلك ما سمعتوا وهم لفروجهم حافظون، عروق هاد لا ماستوربسيون او العادة السرية يعني حرام. اول حاجة تنينا من يعني واش حرام ولا حلال، حيدنا علينا هادي. دابا غنجيب لك الشيء بالعلم وعلاش تحرمات. اول حاجه خاصكم تعرفوا بعدا واحد جوج حوايج، لي زورمون ونيو رانس ترانسميترز. هاد لي زورمون هما الهرمونات، والترانسميترز ما عرفتش الصراحه بالعربيه شنو. المهم هاد لي زورمون الهرمونات كيتحركوا كيسيركولو في الدم، كيتحركوا في الدم. اما الترانسميترز كيتحركوا في الخلايا العصبيه. ياك هذه اول حاجه خاصكم تعرفوها. المهم في هاد السوجي غنهضروا على الترانسميترز بزاف، ومن بين هاد لي ترانسميترز غنهضروا عليهم لا دوبامين. حالي ربع عشور الدراري عن خدمة سبق عليهم كمي سدع عرش في الفيديو صار رجعت صاري العاية باش ينسيت شي حاجة حدك شي حطو اتاب باغي اتاب باش تفهم بوكوش اكزاكت. مهم بقينا سيدي في الدوبامين. هاد الدوبامين هو من الترانسميترز اللي مسؤول عليه بزاف الحوايج في الكور ديالنا، ومن بين الحوايج اللي مسؤول عليهم الترانسميترز هو البليزير. يعني البليزير ماشي البليزير بلا ماسيرباسيون بالعادة السرية، لا، البليزير ديال اي حاجة اي فرحة. مثلا كنتي لعب مع عشيرك بلاي، راه هذاك ديك الفرحه اللي كتحس بها داك هو الدوبامين، داك هو البليزير اللي كتحس بها راه سبب ولا دوبامين. كنتي كتلعب كوتي فوت كتقمر ولا بحثي في القمر وحسيت بواحد الفرحه، راه هذاك الدوبامين اللي عطاك داك البليزير. يعني هذا الدوبامين هو اللي مسؤول على البليزير ديالنا كامل. شوف واحد التجربه داروها العلماء، حيت بعدا انا كنفهم التجارب، يعني اي واحد راه غيفهم التجربه كيشوف داك التجربه هو كيستنتج منها، اما باش يبان ملقى عليك ما غاتفهم منها والو. المهم هاد واحد العلماء شدوا واحد الفار، حيدوا له الدوبامين من الكور ديالو كامل، مابقاش حيدوا له الدوبامين كاع في الدم ديالو، حطوه في واحد القفص وحطوا له الماكله وفي الجوع بزاف. من بعد يومين رجعوا لقاو داك الفار مات. يعني لا دوبامين هي لا موتيفاسيون تاع الفار باش ينوض ياكل. يعني لا دوبامين الا ما كانتش عندك لا دوبامين ما عندكش لا موتيفاسيون، هي اول حاجه عرفناها. يعني لا دوبامين هو لا موتيفاسيون، ما كانش الدوبامين ما كاينش لا موتيفاسيون. انتما ايطاب باغي تفهموا كلشي. يعني لا دوبامين ايتيغال لا موتيفاسيون، دوبامين كيساوي لا موتيفاسيون. وكيف ما الهرمونات مسؤولين على البنيه العضليه والكادر ديالك، هاد الترانسميترز مسؤولين على داكشي نتاع الدماغ ديالك. عرفتي راه السيرفو هو كلشي، راه الدماغ هو اللي كيعطينا موتيفاسيون. الهرمونات مسؤولين على البنيه العضليه والترانسميتر مسؤولين على الدماغ. ياك دابا سيدي هاد الدوبامين تقول كيفاش كيطلع، كيفاش كدا. ربي عطينا واحد النسبه تاع الدوبامين كتنتج في الجسم ديالنا في 40000. ياك انت ملي كدير العاده السريه كيطلع الدوزاج بزاف، بحال دابا هذا الواحد اللي عطاه سيدي ربي حد هنا. انت ملي كدير العاده السريه كيزيد يطلع اكثر من هكا، ملي كيولي يهبط باش يرجع في المستوى ديالو كيهبط اكثر، فهمتي؟ كيطلع اكثر وكيولي يهبط اكثر بزاف. داكشي علاش اسيدي ملي كتكون انت ناعس كتفرج في التليفون ولا باسه وكدير العاده السريه، اون فوا كتجيب البليزير ديالك كتقول تفو علاش صاحبي يكون غير ما درت والو. ولا ملي كتكون مع شي بنت كتكون تمشي ليها بزاف، اون فوا كتنعس معاها كتكرهها، كتسالي داكشي كتكرهها، كتقول صافي كوني ما درت والو وضيعنا غير الوقت وكذا. يعني لا دوبامين كتلعب بزاف،
كيولي يهبط بزاف كتكون لا موتيفاسيون ما كايناش كاع. يعني لا دوبامين راه هو المسؤول بزاف على لا موتيفاسيون. ولا تسال دوبامين من الكوغ ديالك راه غادي تموت كيما وقع الفار. يعني ما غادير والو ما غاتقدش تاكل بزاف د الحوايج. كيما شفتوا لا دوبامين يعني هو اللي كيعطيك لا موتيفاسيون. وكيف ما شفتوا العاده السريه كتطلع دوبامين اكثر من دوز 0.1 بحال هكا بحال الكوكايين كيوصل ل 100000 والكوكايين كيوصل ل 200000 لا 150000 ياك. يعني مفوتين بشويه ما بينه وبين الكوكايين. وين درجة سباك باش منو فهمتو لا ماستر باسون ولا العادة السرية ها مرجعو هاد البراء شحتي كيبر طوني اصاحبي جيسباك نقرب باش تسمعو مزيان. جيسباك كتكونو فهمتو هاد لا ماستر باسون او العادة السرية تكونو فهمتوها مزيان ياك. وواحد الحاجة الناس اللي كيكونو اللي تبلاو بهاد لا ماستر باسون تقدر تقطعها عرفتي علاش؟ راه اي عادة اللي بلي بالكارو 9 سنين راه يقدر يقطعو عرفتي علاش؟ واحد العلماء شدو واحد بجد الناس بقاو كيديروا لهم نفس السيستم في النهار لمده 21 يوم ينفرضوا حياتهم العاديه بقاو كيديروا نفس السيستم. يعني اون فوا كتوصل ل 21 يوم وانت كدير نفس الحاجه وانت صابر باللي قاطع داك الشيء قاطع مده 21 يوم راه غيولي من لي زابيتود ديالك. اون فوا كتوصل ل 90 يوم صافي دخل في السيرفو ديالك دخل شي حاجه ضروري غتقديرها. يعني مثلا نتايا مولف كتنعس في يوم القرا كتنعس مع 11 غادي يجي العطله غادي في الايام الاولى تنعس مع 11 وغتفيق مع داك الوقت اللي نتوما تفيقوا في ايام القرايه. يعني هاد الدرجه سبيغ عجبكم هاد الفيديو جيسبيغ اي واحد كيدير لا ماستور باسون يعرف شنو غيدير دابا واش يبقى يديرها ولا غيقطعها على ويامري عليها التخربيق ويكمل يديفلوبي لو كور ديالو الحسن ولا غادي يروح داك الشيء في الزبل ولا كون واسع النظر. صوب اللي اول مره كيتفرج فيها بطل تحت وفرق عليها بدا سبسكرايب وخلي في كومونتير زوين وشي لايك ونمشي عندي في انستغرام يتعلكم هنا في هاد الجنوب بجوجهم وفولو وين اسمو راه غنردها لك عارف زين هاد ولادي انا يرسوني كل ماكينه يشتوني كل بانيو يرسوني الثلاجة ياكلوا ليك من القميصة ويفرقوا ليك المصبانة ويسكيوا يكون من المدينة يرسوا ليك الخريزة أرسالي ياك القميصة ويفرقوا ليك العمالة ويفرقوا ليك العمارة يسرقوا ليك البانيو يهرسوا ليك الماكينة ويفرقوا ليك القميصة ويصبنوا ليك الملابس ويهرسوا ليك المقاعد.